السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة. مرحبا يا شباب ويا صبايا. المقادير المستخدمة في الفتوش هي حسب الرغبة والذوق لكل شخص، يعني ما في مقادير ثابتة، بس نحن بنعرض المكونات وانتو بتحطوا المقادير اللي بتلاقوها مناسبة. يعني في ناس بتحب الخس كتير، في ناس بتحب البندورة كتير، في ناس ما بتحب بصلة، في ناس ما بتحب بقدونس. هاي كلياتها أذواق شخصية. نحن بنحط المقادير ستاندرد ونحط المكونات ستاندرد اللي بنحتاجها في عمل الفتوش. هلا أهم شي مكونات الفتوش، عندي الخس، عندي خسة متوسط الحجم مغسولة ومفرومة، عندي الطماطم أو البندورة 3 بندورات صغار مفرومين، عندي 3 خيارات مفرومين، عندي بصلة صغيرة مفرومة، عندي خصلة بقدونس كمان مفرومة من أهم مكونات الفتوش، بالإضافة إلى خبز محمص. خبز بتقطعوه انتو بالبيت، بتحمصوه بالميكروويف، تحطوا له شوية زيت على وشه، بترشوا له زيت وبتحطوه بالميكروويف بتحمص، أو فيكن تحمصوه بالطواية. نصف كاسة زيت زيتون كبيرة، عندي نصف كاسة ليمون، نصف كوب عصير الليمون، ما هحتاجه كله، هحتاج منه شوي. بحتاج معلقة نعناع كبيرة، نعناع يابس مطحون، بحتاج معلقة ملح كبيرة، بحتاج معلقة صغيرة من السماق. هذا السماق والخبز المعمر، هذا الخبز المعمر، الخبز المحمص، هذول نحتاج نرشهم على وش الفتوش، ما بنخلطهم معهم. نخلط كل المكونات مع بعض، بنخلي الخبز المحمص والسماق بنرشهم على وش الطبق ساعة التقديم. هلا بنشوف طريقة خلط الفتوش وطريقة تقديمه. بتمنى لكم متابعة ممتعة. أول شي بعمله لعمل الفتوش إني ننزل الخس. أول شي بنزله الخس، تاني شي بنزله راح نزل البصل، يعني البصل قليل بدي وزعه مشان ما يختلط مع البندورة. تالت شي راح نزل الخيار، آخر شي طماطم، البندورة، ليكو هالألوان الحلوة والأكلة الصحية ولا أطيب من هيك. ثالث شي راح نزل البقدونس، بنزل المكونات كلياتها وبعدين بخلطهم. هلا بحتاج اضيف النعنع، بنزل معلقة نعنع، برش معلقة الملح بالتدريج، برشها، بقلب المكونات شوي. هلا بضيف الزيت وحمض الليمون، مثل ما قلتلكن الزيت وحمض الليمون اختياري، يعني حسب ذوقكن. مثل ما قلتلكن الحمض والزيت هو حسب الذوق، في ناس بتحب الزيت كتير، انا من النوع اللي بحب الزيت كتير، راح اضيف الزيت وبقلبهم. هلا المكونات كلها ضفتها انا عدا السماق، المكونات ضفتها كلها عدا السماق والخبز. هذا نحن بنضيفه بالاخير باخر مرحله، في ناس بتضيفه مع الخلطه، يفضل انه تخلوه للاخر مشان ما يتشتش الخبز، لاني الفتوش طيبته يكون يكون الخبز المحمص مقرمش. احنا بنضيفه ساعة التقديم، يكون عندكم عزيمة او ضيوف بتضيفوا الخبز المحمص والسماق على الوش، على وش الطبق. هذا الفتوش تبعنا جاهز. هلا رح ضيف رشة الملح الأخيرة كمالة المعلقة، برجع بقلب. هلا انا بقلب بايد وحدة لاني مشان التصوير، مشان الكاميرا ما يتغير موقع الصحن وينجئم وشكم انتو عم تتابعوا. ماسك الصحن بايد وعم بقلب بايد تاني. هلا الفتوش جاهز، ضل نحط بالاخير الخبز المحمص والسماق. يعطيكم العافية وشكرا على المتابعة. هاي الفتوش تبعنا جاهز، رح صبه قدامكم. هلا بضيف له الخس للزينة، برشله له السماق، على الوش، واخر شي بضيفه هو الخبز المحمص، بحطه على وش الفتوش. ويعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة. معكم أسامة من الأكاديمية السورية للطبخ. كانت وجبتنا اليوم صحية من السلطات، هي وجبة الفتوش على الطريقة السورية واللبنانية. يعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمتابعة الجديد، وإلى اللقاء.